احبها على طول وهفضل احبها باستمرار باستمرار مش هسيبها خالص. ربنا يخليها لينا يا رب. ما فيش افضل منها واحلى منها والله والله العظيم بجد. ريت محلانا نسيتونا صح. هو كل نساء العرب محلاهم بس هنا الصراحه يعني الحمد لله الحمد لله اللي يعرفها ما يعرفش غيرها نائي الحمد لله رب العالمين. مش زي ما بتصدقوا في المسلسلات والافلام ان المصري لازم يتجوز اربعه. انت عارف ان المدام هذه بتتعوذ باربعه يعني بسته اللهم صل على النبي مش باربعه. مش أربعة بس. هو مثلا كان يخدم نهار كامل وكان يلعب الفوليبال وقته كان مليان يعني ما بين الكورة وما بين الخدمة والكل ما كانش فما وقت ولا ما فماش الوقت. مش تونسية؟ خدت من كل ده. أنا نحب الحاجة اللي هو يحبها نحاول حتى كان ما نحبهاش نحاول اني نحبها على خاطر وخاطر اي نحاول نحبها على مثلا برشا حاجات مثلا قبل انا ما عنديش فيهم برشا انتريس مي خاطر هو يحبهم انا وليت نحب نشاركوا في الحاجات. عسلامة. عسلامة. صافا؟ الحمد لله. شنو احوالك؟ والله لاباس انا توا في تونس ما شاء الله فاكونس عامله جو فرحانه وعلى الاخر انا شديتكم انا خاطر حسيت عندكم الفرحه على الاخر الحمد لله على الاخر عاملين جو على الاخر فرع الدين بحرنا حوسوا توا هبتين مدينه العربي ندوروا شويه. منين جيت مدام؟ حمامات. حمامات انت دوريجين منين؟ احنا نعيشوا في سويسرا وجينا توا فاكونس بحدا العائله في حمامات. صراحه اما شب بلادنا ولا سويسرا؟ خلينا من الفلوس. لا بلادنا بطبيعة بلادنا فيها عائلتنا فيها أصحابنا فيها الجو هذا ما تلقاوش في سويسرا. سويسرا نظيفة برشا صحيح منظمة برشا صحيح ما فماش هذا الجو هكا تلقاش هكا عباد وجو ناس و بلوس مع العائلة احنا عاملين يعني فاكونس مع العائلة فصعبة يعني فما حاجات يظهر لي ما نلقاوهمش لا في سويسرا ولا في حتى بلاصة. لا شكون اللي معاك المسيو؟ اي هذا راجلي. مرحبا مسيو. مرحبا بيكي. مرحبا بيك برضه. صفاء الحمد لله. لاباس عليك؟ لاباس عليا الحمد لله. طيب من لهجه بين مصري؟ طبعا انا مصري اه. وتزوجت تونسي؟ وتجوزت تونسيه. طيب هاي لحد هنا امور واضحه الحمد لله. شنو رايك فيها ساعه؟ ما فيش افضل منها واحلى منها والله والله العظيم بجد. ريت محلانا نسيتونا ساعه. هو كل نساء العرب محلاهم في الزرافه واللخه والضحكه والعادات والتقاليد كل حاجه كل مكان فيه الباهي ومش الباهي بس هنا الصراحه يعني الحمد لله الحمد لله اللي يعرفها ما يعرفش غيرها نائي الحمد لله رب العالمين. ما عاد لا يمين لا شمال. لا 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 يمين ولا شمال كده كده الحمد لله احنا مقتنعين ما مش زي ما بتصدقوا في المسلسلات والافلام ان المصري لازم يتجوز اربعه ده كلام مش صحيح. دي افلام ومسلسلات فقط لا غير. يتجوز اربعه في بلاده اما في تونس يتجوز تونسيه خلاص هما الاربعه. لا وفي بلاده برضه لا انا من نوع اللي انت عارفاني انت عارف ان المدام هذه بتتعوذ باربعه يعني بسته اللهم صل على النبي مش باربعه. مش اربعه بس. يعني مستوعبه؟ مستوعب طبعا الحمد لله مش محتاج ما شاء الله ما شاء الله تعوض باربعه طبعا عمليه عمليه. لا 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 مش حكايه فكرت انا اصلا الحمد لله بعيد عن الموضوع التفكير النهائي يعني ما بفكرش نهائي انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بابه سكرناه الحمد لله رب العالمين. طيب وين تعرفتوا على بعضكم؟ تعرفنا على بعض في سويسرا. انا شغال هناك في سويسرا في زيوريخ وهي نفس الشيء شغالين مع بعض وتعرفت على بعض هناك يعني. طيب اتقابلتوا في سويسرا حكيتوا من اول كونتاكت صار يعني عرفت شنو الكلمه اللي خليتك تعرف انها تونسيه ساعه؟ احنا تعرفنا على بعض الاول في عن ال نحكي اول لقاء اول لقاء خليك تقول ما انا عرفتها من قبل ما اشوفها عرفتها انها تونسيه لان اتكلمنا مع بعض في التليفون يعني في التليفون طبعا قبل التعرف بالضبط بالضبط وكيف عرفت انت انها تونسيه ايش قلت؟ ايه فرحت
والله العظيم فرحت. هو كان ديما يقول لي احنا كذا يتعرف على التونسي، بنحب الشعب التونسي وبنعشقه، وهم نفس الشيء يعني الحمد لله، يعني نفس الشعوب العربيه كلها بيحبوا بعض، بالاخص مصر عشان زي ما انت عارفه الافلام والمسلسلات واللهجه المصريه. قلت المدام تونسيه، قلت نيالي. نيالي نيالي. لا طبعا فلاح طبعا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وقتاش عرفت روحك انك سيبون تورطت في حبها؟ من اول نظره يعتبر، والله بجد، من اول مقابله يعني، من اول مقابله حسيت ان هي ظريفه، دمها خفيف، وتعتبر زي ما قلتي من شويه باربعه او خمسه من قلت انت من القلوله هذه. الحمد لله سيبون. الحمد لله خطفت السناره نقولوا احنا، خطفت السناره. صح. مدام قال تقدم لك وهو مصري، ايش قلت انت؟ عادي يعني، المصريين اخواتنا وحبابنا، واحنا دايوغ يعني كبرين على الافلام والمسلسلات المصريه. ممكن اقول شيء؟ تفضل. طبعا كنت خايفه من الاول من حكايه الجواز باربعه وخمسه بس طبعا زين في تعارف. بتبيع واحد على في الاول لازم يثبت، مش يعني ترسي لي معرسه وجيب لي زوز اخرين. فوالا، وصبا يعني من الاول هو كان واضح برشا، يعني من اول حكينا وهكا ديريكت، معناتها عدي لي دارهم واخواته فاميلته نساء اخواته العائله الكل، يعني شفتها مازال دخلنا في الصحيح. فوالا، وهما فرحانين وقابليني، ونشوف كل تركينا في الدار، شوف يعني كل حاجه شفتها، حكيت مع عماته مع اخواله مع العائله الكل، وفرحانين كانوا فرحانين برشا انه هو بشي اخيرا مش يعرس. عليك كان محتاج؟ لا هو عارفه احنا غديكا المشكله انك تبدا تخدم ستريسي ديما، يعني تخدم تقوم الصباح بكري، تمشي تخدم، تروح تعب، عندك حاجات اخرى لازم تعملهم، عندك ديز اكتيفيتي لازم تعملهم. فهو مثلا كان يخدم نهار كامل، وكان يلعب الفوليبال وقته كان مليان، يعني ما بين الكوره وما بين الخدمه والكل ما كانش فما وقت. فوالا ما فماش الوقت. مش تونسيه؟ خذتني منه، خذتني من كل ده. لا بس العمل الحمد لله شغالين، انا وهي شباب نعمل الحمد لله، وبس السبورت نرجع له قريب ان شاء الله تاني باذن الله. باذن الله يعني جيت سيبون عوضت اللي طبعا. هي ما عوضتش، هي خذت الحياه كلها يعني الحمد لله. واهم حاجه انه كنا نفس العقليه، كنا الاثنين نخدموا، عندنا نفس التوقيت من الصباح لليل، كنا الاثنين نحبوا سبور، كنا يعني نفس لي زاكتيفيتي اللي انا نحبهم ونحب نعملهم، هو يحبهم، كان يحب برشا تونس وانا نحب برشا مصر، فيعني ما كانتش صعيبه انه نوليو كوبل، فهمتني؟ كانت سهله على الاخر. انا عندي هكا كما يقولوا فيها الكوان بريفي نتاعي هكا شويه، اللي لازم مثلا كي نعرس راجل يحترمه ما بيني انا وعائلتي، هو نفس الشيء، انا جي اكسبتي سا، هو الا اكسبتي سا، يعني كانت الامور سهله جدا ما بيناتنا انه نوليو كوبل. ما شاء الله الحمد لله. جينا في العرس تو. سي بون، باش تدخلوا في العرس؟ الحمد لله عملنا، اتفقنا على كل شيء، بس طبعا يعني حكايه العرس، الروبه، تلبس الروبه التونسيه وتلبس التقاليد، التقاليد التونسيه والعرس التونسي والكلام ده، انا ما كنتش عارفه. عملنا في سويسرا، الحمد لله عملنا عرس تونسي في سويسرا بالحنه، مطعم مصري، في مطعم تونسي في جيت انا لتونس، خذيت الباس التقليدي نتاعنا نتاع الحنه ونتاع العرس، وشريت لي انا، وخذيت الذهب من البركه، خذيت كل شيء على ذوقي، وخذيت الطياره ورجعت وعرسنا. وطبعا كنا على اتصال باستمرار. خذيت له لبسه تونسيه، تونسيه تاع الحنه، خذيت له اللبسه هذيك التقليديه، الباج هذيك والصباط، بس من غير الطربوشه. من غير الطربوشه. وفي المارياج كوستيم، مي في الحنه خذيت طبعا تونسي يعني. في الحنه لبس اللبسه التونسيه في سويسرا، خذيتها له من هوني اللبسه التونسيه، وطلع فيها محلى. الحمد لله طلعنا محلى نحن الناس كل، كانوا اصحابنا جاوا، اصحابنا سويس ومصريين وسوريين، وعجبهم الجو برشا، عجبهم برشا، ومغاربه زمان كثير مغاربه. نوجه لهم تحيه الشعب المغربي الكل اللي نحبهم برشا. الحق محلاكم كوكو. تعيش ربي هنيك. عايشك نسمع عليكم الاخبار الباهيه. عايشك ان شاء الله. تقول لها
بحبها على طول وهفضل احبها باستمرار باستمرار مش هسيبها. ربنا يخليها لينا يا رب، ربنا يخليها لينا ام العيله وحبيبتنا كلنا. هو زيد انسان طيب برشا وانسان باهي برشا، والحاجه اللي معناتها تفرح انه عائلتي حبوه برشا برشا. يعني هو في تونس تونسي، يعني ما تحسش انه هو يحس روحه غريب ولا يعني واحد من العائله، واحد من العائله. يعني دايخ كان عندنا، كان عندنا عرس قلت البارح، كان عندنا عرس ومشينا في الفامي، يعني كان يدور ويا مع الفامي كله يسلموا ويسلم ويحكي ويغني ويعمل، معناتها عباره تونسي. وهم يحبوني ويضحكوا معايا وانا اضحك معاهم وانا احبهم برشا برشا. مش حاسس بالغربه يعني وانك براني خالص؟ نهائي نهائي. انا ممكن اعرف اشياء هي ما تعرفهاش في الحمامات. انا مثلا برشا جيران برشا ناس ما نعرفهمش. بيسك احنا نجيو جمعتين مرتين في العام، جمعتين برشا ناس ما نعرفهم. الناس نبدا نمشي انا وهي، اهلا يا فوزي ازيك يا فوزي عامل ايه يا مصري، يعني عمل علاقات، عمل علاقات اكثر مني انا. طبعا انت فخوره بالحكايه ده ذوما. بتبيعه 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 زوجك محبوب في وسط عائلتك؟ بتبيعه. الحمد لله الحمد لله. عندنا برضه في مصر يعني يحبوها جدا، وعلى طول يسالوا عليها ازيك ودمها خفيف، و يعني فعلا عايزين تقعد معاهم الوقت كله. شو السر نتاع نجاح علاقه كيما هكا؟ الحب. انا نقول حاجه لبرشا بنات ونقول حاجه لبرشا نساء، البرشا رجال كي تاخذ راجل تحاول مش بس انك تحبه هو، تحب عائلته، تحاول انك تحاول يعني صحيحه كونك سي بون خذيت راجل حاجتك به هو كاو، تحبه تحبه بطبيعته، تحاول تقبل الكوتي بريفي نتاعو، تحاول انك اكسبتيها، تحاول انك تحب عائلته، تحب الحاجه اللي هو يحبها، وهو نفس الشيء تبادل. انا نحب الحاجه اللي هو يحبها، نحاول حتى كان ما نحبهاش نحاول اني نحبها على خاطره، خاطر يعني. اي نحاول نحبها على مثلا برشا حاجات مثلا قبل انا ما عنديش فيهم برشا انتريس، مي خاطر هو يحبهم انا وليت نحب نشاركه في الحاجات. نشاركه، وهو نفس الشيء. انا صحيح حبيته، مي حبيته اكثر كي حب عائلتي وحب عمامي واخوالي وامي وبابا فهمتني. حنوضحوا حاجه مدام يعني اليوم فما برشا كوبلويت ماخذين فكره غالطه معناها على الزواج، يقولك سي بون انا خذيت الراجل اللي حاجتي بيه وهو خذي المراه اللي حاجته بها، سي بون سي فيني. وقت اللي هي فما علاقات وفما اخوال وفما عمومه وفما حمات وحمو وام وبامك، احترام واحترام. انا مثلا حتى كي نمشي لمصر نحاول انه نعطيه وقته مع امه، نحاول نخليه يخرج مع امه وحدهم، نحاول مثلا انه امه تقعد قدام في الكهرباء مثلا، انه باش تبدا مع ولده تقول له اه ولدي جاي من سويسرا، يقعد معايا، معناتها وقت مع عائلته وقت مع امه. ما نجيش انا مثلا نقول اه انا مرته انا الكل وراجلي ليا ونجبدوا ليا وما هدايا، اللي ممكن اللي ينجح. انا مانيش ايغويست وهو ما هوش ايغويست. تري امبورطون تحكي في تفاصيل مهمه ومهمه جدا، ربما فما برشا ناس تكرتيهم من العلاقه ومن الحياه الزوجيه. يعني لازم ضروري، خاطر مش كان العلاقه انه انا حبيت الراجل ناخده وكهو، يعني لازم معناتها نقبلوا الكوتي نتاع عائلته نتاع صحابه نتاع الهوبي اللي يحبهم، يعني الحاجات اللي يحبهم زاده فهمتني. هو نفس الشيء، راه مش من كوتي وحده، راه تبادل. فوالا، خاطر تنجم تكون المراه باهيه وتعمل يعني كل شيء، مي الراجل لا، ونجم يكون العكس. شفت القوه وين مثلا؟ ما انا عارف، ما هو انا نفسها اساليها. من غير العائله ما ينفعش الكلام ده، لازم الام والاب ما حدش يستغنى عنهم، دول اللي ربونا وطلعونا والتقاليد والعادات بتاعتنا، لازم نحبهم ولازم هي تحترمهم وانا احترم اهلها، لانهم هم اهلي وهم واهلي هم اهلها، فلازم نبقى مع بعض بالاحترام وبالحب والموده، غير كده الحياه مش هتستمر، لان مشاكل تحصل عندها انا السبب، هتكرهني. العكس صحيح، هي يحصل لها مشاكل مع العائله بتاعتي انا ازعل معاها تكرهني، تحصل مشاكل وتحصل الفراق، فاحنا مش عايزين الكلام ده يحصل. فكل ما الحب زاد بين العائلات طبعا، الرجل ومراته والاحترام، الحياه تستمر الافضل ان شاء الله.
قديش عندكم ساعة متزوجين؟ هذا العام السادس. هذا العام السادس. 6 سنوات يعني. يكذب عليك اللي يقول لك أنا معرس 6 سنين لا في أون روز. ما فماش منها. الكونفليكت يصير. مي الحمد لله الكونفليكت احنا ما بيناتنا ما يدومش أكثر من دقيقتين ثلاثة. دي الهريسة بتاعتك. هريسة هريسة الماكلة. هي دي. لازم بيقول لك احنا بالمصر بيقول لك الفاح بتاع الزواج. لازم تبقى تحصل حاجات. الواحد بعد كده يرجع اكتر يحب اكتر ما نقدروش احنا متغشين على بعضنا اكتر من 5 دقائق ما نطولش 5 دقائق لا 5 دقائق احنا خليني انا نزيد نقول لك حاجه كل ما صوروا كوبلوات ويتعداوا معنا في بلا قناع صورنا تقريبا الجنسيات الكل وخاصه انه تكون المراه تونسيه وتكون فما جنسيه من برا سواء كان عربيه ولا اوروبيه نقراو ديما برشا تعليقات يقول لك علاش نضوي مثلا او العلاقات تكون ناجحه مع براني اكثر يعتبروه براني يعني أي. مع اجنبي مع عربي وما تنجحش العلاقه في تونس تنجمش فما تعطينا اجابه والله انا نقول احنا ما نعملوش سيناريو نافوار مع الجنسيه انا نقول يعني انا نقول ما عنده حتى علاقه بالجنسيه انا نقول انت الواحد لازم يلقى الشخص اللي تفهم معاه خاطر العرس مش كان انا عرست باش نمشي انا باش نقعد في الدار نطيب ونمسح ونشوف صغار والراجل اللي يخدم العرس في انه مثلا انا نحب نخرج انا وياه مثلا نعملوا سبور لاشي نحبوا نمشيوا هذه حاجه مثلا مشتركه ما بيناتنا نحبوا نسافروا مثلا مره لتونس مره لمصر هذه هوبي مشتركه ما بيناتنا نحبوا مثلا نمشيوا نعوموا في الواد مثلا نعملوا جريل في الواد هذه حاجه انا نحبها وهو يحبها فهمت يلزم نختاروا بعضنا في تقارب يعني في تقارب مع تونسي مع مصري مع سويسري مش مهم احنا نعيش في تونس مثلا انا كي نعيش في تونس ممكن الفرصه تكون اكثر انه نعرس بتونسي اكثر مثلا انا مثلا كنت نعيش لبرا فكنت نعرف جنسيات اخرين هو كيف كيف فالغربه قربتنا احنا لبعضنا الغربه حطته هو في طريقي حطتني انا في طريقه فهمتني مي انا نقول تونسي انا الحمد لله يعني عائلتي كلهم تونسه وعندي يعني علاقات يعني زوجيه ناجحه برشا انا بابا قعد مع امي اكثر من 55 سنه عرس هي تونسيه وهو تونسي انا عندي خويلي مع نسيهم وعندي عمامي مع نسيهم اكثر من 50 سنه عرس فهمتني اي انا فهمت توا علاش المسيو علاش جبتك قد تبارك الله الحمد لله انا مبسوط الحمد لله لا ما انا نفس الشيء بقول لك يعني العلاقات الزوجيه الحمد لله يعني بتستمر لو الاثنين متفاهمين اكتر يعرفوا بعض اكتر تونسي مع تونسيه مصري مع مصريه دي ما فيش مشكله اهم حاجه الاثنين متفاهمين لان فعلا يعني هي زي ما حكيت امها وابوها قعدوا 55 سنه انا ابويا وامي قعدوا 60 سنه تونسي مصري ومصريه والحمد لله ما انفصلوش ولا حصل اي الحمد لله اي شيء وهي التفاهم بين الزوج والزوجة أو الحبيب والحبيبة زي ما بنقول أهم حاجة التفاهم بينهم هو اللي يخلي العلاقة تستمر والحياة تستمر والناس تعرف بعضها لازم الناس قبل العرس يحكيوا في التفاصيل يحكيوا في أي حاجة في أي حاجة يحكيوا باش أنا بعد معناتها نشوف إسكو الشخص هذا باش يساعدني بعد ولا هو يفكر إسكو المرأة هذه باش تساعدني أنا بعد يعني هذا مهم برشا فهمتني اماكن العرس نتاع لف ومن بعد من امك اش قالت لي واختك غزرت لي ومش عارف شنو وهاني ماشي للقهوه وتخلي المراه والصغار وحدهم في الدار هي المراه تعمل كل شيء معناتها حاجات لازم يكون فيها تفاهم الاول فهمتني